مشاهدينا الكرام في كل مكان، مساء الخير على حضراتكم واهلا بيكم معانا ويوم جديد من فنون الكتابه وشخصيه متميزه جدا هنقدمها لحضراتكم على مدار ساعه كامله باذن الله، وناخد حضراتكم لرحله مميزه. تميز بالجراه في ارائه التي طرحها من خلال رواياته ومقالاته السياسيه، بل كان صادما للمجتمع عبر ادبياته في النصف الثاني من القرن العشرين. فمنذ روايته انا حره التي صدرت في عام 1954 وهو يحاول أن يكشف المسكوت عنه في علاقة الرجل بالمرأة، ويعبر عن دواخل الجنس الناعم بحرفية وإحساس يصعب على الكثير من النساء التعبير عنه. ربما تكوين إحسان عبد القدوس ونشأته في عالمين متناقضين ما بين بيت جده أحمد رضوان العالم الأزهري ومنزل والدته روزا اليوسف وندواتها الفنية والثقافية أثر في توجهه الأدبي. إحسان عبد القدوس غزير من الانتاج الفني، له الغزير من الانتاج الفني على المستوى الروائي والقصصي، حوالي 22 روايه و32 مجموعه قصصيه، تم تحويل 49 منها الى افلام سينمائيه، ورغم تجاهل النقاد لكتاباته تم ترجمه مجموعه من اعماله الى لغات مختلفه، وحاز احسان عبد القدوس على العديد من الجوائز الهامه. النهارده بناخد حضراتكم في ذكرى ميلاد الاديب والكاتب والروائي المتميز والمبدع احسان عبد القدوس في رحله مميزه جدا وتحليل دقيق لمجموعه من اعماله المتميزه من خلال وجود وتشريف دكتور رشا غانم استاذه الادب والنقد بالجامعه الامريكيه، وطبعا ليها العديد والعديد من المؤلفات، على سبيل المثال مقاييس الجمال في مراه النقد العربي، الشعر في شرقي الأندلس، النقد النسبي المعاصر، قراءة في 25 رواية عربية وعالمية، الاغتراب في الشعر العربي المعاصر، إلى جانب العديد من الأبحاث والدراسات والإصدارات. النهاردة دكتور رشا منورانا، وبإذن الله ناخد حضراتكم لأعمال مميزة جدا خاصة بالأديب والكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. مساء الخير دكتور رشا وأهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير يا رنا، ومساء الخير على المشاهدين الكرام، ومساء الحب على مبدع جميل قوي هنتكلم عنه النهاردة. صحيح، حضرتك مشرفونا، كل سنه وحضرتك طيبه. حضرتك طيبه. ونبدا لمقوله مهمه جدا، انا نصفان، نصف خيالي وفني صرف، وهذا النصف ورثته عن ابي محمد عبد القدوس، اما نصفي الاخر فهو واقعي يعيش الحياه بحلوها ومرها، وذلك النصف ورثته عن امي روزا اليوسف. نشاه الكاتب الكبير احسان عبد القدوس في عالمين نوعا ما متناقضين يا دكتور، اكيد كان ليه تاثير على شخصيته وعلى اعماله وابداعاته الادبيه. ناخد تحليل دقيق للمقولة دي من خلال وجود حضرتك. جميل قوي، واحنا بنحتفل بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الكبير والمبدع إحسان عبد القدوس اللي لقب برائد أدب التحرر ومالك الرومانسية وكاهن معبد الحب وصاحب عبارة تصبحون على حب لو تتذكري يا رنا. نعم. طبعا كان في نشأة في تناقض بين في النشأة. أولا كان بيت جده حضرتك كما تفضلتي العالم الأزهري الشيخ رضوان، وكان هو رئيس كتاب في الثقافة الأزهرية أو المحاكم الشرعية، وكان طبعا بالأزهر الشريف، وكان بحكم طبعا تدين هذا الشيخ المتدين جدا كان بيفرض على جميع العائلة الالتزام الشديد. هذا الطفل الذي نشأ في أحضان هذا البيت، بيت جده الملتزم، وكان يحضر ندوات كان يرتضيها له جده، ندوات دينية صرف ملتزمة بكل القواعد الدينية. نعم. على الجانب الآخر والدته فاطمة اليوسف أو بعد كده روزا اليوسف التي أنشأتها المجلة الكبيرة التي أنشأتها بعد ذلك، واللي هي لقبوها لأنها ممثلة مسرحية كبيرة سارة برنارد الشرق، كان لقبها الجميل اللي لقبوها به لأن هي كانت ممثلة مسرحية جميلة جدا جدا ولها أدوار كبيرة في المسرح. نعم. ووالده هذا الكاتب الجميل، وهو كان مهندس ولكنه كان يعشق الثقافة ويعشق التحررية وانضم للتمثيل وكان ليه أدوار، وده طبعا أدى إلى هنا تناقض، كيف هذا الصبي الطفل الجميل اللي هو بيحضر ندوات دينية وفي نفس الوقت بيحضر ندوات في بيت والدته مع كبار الشعراء والنقاد والسياسيين وكبار يعني المثقفين في البلد في ذلك الوقت. في الوقت ده هنلاقي هو تأرجح بقى،
في هنا تأرجح في حياته ما بين الثقافة الدينية الصارمة والثقافة التحررية اللي كانت موجودة في بيت والده. حتى هو نفسه قال أنا بحس بالدوار الشديد، يعني أنا الدوار الذهني دايما إن أنا أكون في البيئة ديت وبعد كده أنتقل للبيئة ديت، بحس بالدوار الذهني الشديد. ولكن طبعا هذا الدوار الذهني هو تعود بالتدريج عليه ويساعد كتير جدا جدا، وكان ليه أثر كبير في شخصية إحسان عبد القدوس اللي احنا هنتكلم عنها بالتفصيل وهنتكلم عن المسكوت عنه كتير في روايات. نلاقي طبعا الشخصية دي زي ما هو قال صارت فيه وكان هو حائرا ما بين المجتمعين دول، يا ترى أنا أنضم لأي واقع، لكن أنا لن أستسلم أبدا. كان دايما هو يقول لنفسه ويخاطب نفسه، حتى هو اشتهر كثير جدا بالمونولوج الداخلي في روايته. نعم. إن كان دايما يقول أنا لن أستسلم أبدا لهذا الواقع، لازم أدرسه وأفكر فيه حتى أصور وأعترف به. فكنت منذ طفولتي أرفض التقاليد الاجتماعية بعد تفكير، بس بشرط أن أنا أفكر فيها الأول أشوف إيه اللي يناسبه. نعم. وأخد منها ما يناسب فكري أنا. فدفع أكيد كاتب زي دوت منذ النشأة وهو بهذا الفكر النابض، هذا الفكر النير، يبقى جميل أو الكتابات الجميلة اللي وصلنا بعد كده. نعرف من حضرتك يا دكتور، هل كتابات إحسان عبد القدوس كانت متوائمة مع سنوات الأربعينات التي تأثرت بآراء قاسم أمين والليبرالية السياسية والثقافية؟ أكيد بالطبع يا رنا، هو أساسا في الوقت ده كان وقت كله أحزاب، الحزب السعدي والوفدي والأحزاب والدستوري، كان جيل صخب بكل الأحزاب. بعد كده الليبرالية والحاجات اللي جات لنا من بره استوردناها، التيارات الليبرالية والكثير من الحاجات السياسية اللي كانت موجودة وقاسم موجود اللي كان رائد التحرر أيضا في هذا الوقت. نعم. فكانت آراءه جريئة. نعم. نسبة ان هو فعلا كان في خضم مجتمع مليء بكل هذه التيارات. نعم. وهذا الصخب السياسي وهذه الأحزاب المتنوعة. فدايما هو كان يقول أنا ككاتب سأنطلق من عيوب المجتمع وأعالج عيوب المجتمع وأمراض المجتمع، وكان بيمثل نفسه عندما أكتب قصة فأنا كالطبيب، كما الطبيب يعالج فأنا أيضا أعالج في قصتي أو في روايتي أمراض المجتمع. نعم. طبعا كل ده كان في إطار أدبي سهل شيق، ويمكن أهم حدث حصل له في الوقت دوت والخضم الكبير دوت والصخب السياسي ده، إن هو كان لقائه بالجيل الذي يسبقه، الجيل اللي كان بقى سعد زغلول والثورة والأحزاب وحزب الوفد وحزب الدستور. فهو كان الجيل ده كان بيؤمن جدا بالأحزاب السياسية، كان بيؤمن جدا بالتنوع الثقافي، كان بيؤمن جدا بالأفكار التحررية. نعم. فأكيد كل ده صب في صحيح. كتاباتي بعد ذلك، حتى ان هو كمان بعد اذنك، ان ده في الوقت ده جيله كان يأمل بقى بالثورة، ان هو يبتدي يستعد بثورة 1952، ثورة تحررية لا حل الا بالثورة للقضاء على اي ظلم او اي فساد. نعم. نبدأ نتعمق أكتر في بعض أعمال الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. هو قام بتقديم مجموعته القصصية الأولى صانع الحب في عام 1948، وروايته الأولى أنا حرة في عام 1954. نتكلم مع حضرتك عن اللغة، هل اللغة هنا كانت بتناسب الموضوعات اللي بيقدمها وبيطرحها في أعماله الأدبية، استخدامه للغة كمان يا دكتور؟ هو يمكن تميز جدا جدا إحسان عبد القدوس للغة السهلة. يعني ده كان تميز جميل جدا 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 وبارع ومميز للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. فكانت اللغة السهلة كان بيها يعرف ما يريد القارئ، يعني هو كان يعرف كيف يقدم للقارئ وجبة قصصية أو وجبة ورائية أو وجبة حكائية دسمة جميلة وفي نفس الوقت يهضمها القارئ، لأنه أصلا كان بيعرف ما يريده هو، كان يعرف ما يريده هو. تعالي في صانع الحب، صانع الحب ليه مقولة جميلة جدا جدا لما بيقول لي قد اخترت للكتاب عنوان صانع الحب، لأن كل ما فيه من حب إنما هو حب موضوع مفتعل. من السهل أن تصنع الحب أي أن تفتعله، ولكنه في هذه الحالة لا يدوم. بيديني بيعطيني خبرات جميلة في الحب. نعم. إلا ريثما تدير عينيك للناحية الأخرى قد يكون، ولكن أنا بالنسبة لي
الحب بكل معانيه، الحب الذي وجد مع الحياة فأضاءها بنور الله، فقد عرفته. ولكن هل يستطيع قلمي أن يكتب عن هذا الحب وأن يعبر عن هذا الحب الحقيقي؟ تعالي، فأنا حرة. أنا حر مثلا، أنا حرة الفتاة المتمردة، نموذج للفتاة العصرية في هذا الوقت، الفتاة اللي بتحب التحرر، صعبة المراس كما كانت عمتها في فيلم بتقول عليها، التي أصرت على، كان أمينة في لما أتذكر في الرواية، التي أصرت على كسر كافة قيود المجتمع، تحملت طبعا وصفها بالعانس، انت مش هتتزوجي زي بنات كل الجيران اتجوزوا وكل عيلتك اتجوزت، فانت كده اوعي هتبقي سيئة الاخلاق، فانت ليه بتلومينا ان احنا بنديك قواعد معينة تسير عليها؟ فهم كانوا بيحاولوا يجبحوا جماح ومشاعر هذه البنت المتمردة حتى تكون مسيرة من قبل الرجل. هذا هم ما كانوا دايما بيقولوه، يعني هي الرجل هو الذي يسير المرأة وهو الذي يحافظ على المرأة وهو الذي يكون حامل المرأة، هي لوحدها لا تستطيع أن تفعل شيء. قصة أنا حرة، هو قال كلمة جميلة جدا جدا يرانا في بداية القصة، الحرية هي المسؤولية. وعندما تقول فتاة أنا حرة، فهي تقول أنا مسؤولة. ففي كل مرة، لو أنا انطلقت شوية في الرواية، كانت كل مرة أمينة بتعود من انطلاقها لتستقبلها عمتها بالشبشب، يعني كانت حاجة، يعني كانت حاجة غريبة يعني ان احنا نشوف المشهد ده. وكان احيانا بيكون في استقبالها زوج عمتها، وكانت في بداية الامر تبكي وتصرخ وتستغيث، الى ان ابتدت شوية بشوية تدافع عن نفسها وتعرف حقوقها، تصد الضربات بذراعيها، تجادل عمتها وزوج عمتها، وتقول انا حرة اعمل اللي انا عايزاه، محدش له دعوة بيا. وطبعا كف من زوج عمتها ان ازاي انت تتكلمي بالبنت، البنت لا تتكلم ولا تبوح ولا تجرؤ على فعل ذلك. ردت عمتها حرة لما يلهفك، طبعا الاقي الالفاظ الجميله اللي قالتها في الوقت ده زوزو نبيل في الفيلم. فهل هي فعلا، هي كانت دايما تقول لنفسها هل هي حره؟ هل يقدر لها يوما ان تفعل ما تريد؟ طبعا علق الفيلم المعالجه جميله جدا، هي اتجهت للتعليم. العلم هو الذي يعطي المرأة السلاح الجميل والأقوى إن هي تحقق ذاتها وتحقق طموحاتها وتحقق مسؤوليتها، وفعلا أصبحت الحرية أنا حرة، أي أنا مسؤولة كما قال في البداية إحسان عبد القدوس. دكتور رشا، نقدر نقول من خلال كلام حضرتك ان من نقاط تميزه جدا انه قدر فعلا يفصل ما بين اللغه الخاصه بالصحافه ولغه السرد في اعماله الادبيه بشكل واضح. هو كان دايما ليه مقوله جميله قوي قوي يا رنا، كان دايما يقول ايه، يخيل الي عندما اكتب للصحافه انني اديب، وعندما اكتب للادب انني صحفي. ليه؟ لاني انا كنت بحس ان الصحفي بيكتب ويسرد وقائع، أما الأديب عندما يكتب يجنح إلى الخيال. طيب يا جماعة، طب ما القصص ديت ليست وقائع ولا خيال، إنما هي في هي واقع في إطار الخيال وخيال في إطار الواقع. فدايما كان مشهور بترديد هذه المقولات الجميلة. فنجد مثلا هنا، أحب أن أسمي الكتاب مثلا مجموعة من القصص، لأني أنا دايما، هو ما كانش عنده حتة أن دي قصة دي رواية، حتى هو كان مشهور بالنوفيلا، قصة طويلة، فما كانش ما كانش عنده المسميات الدقيقه اني انا كاتب لاعماله. حتى احنا معظم كلامنا ده كاتب روايه كذا، وهي بتبقى قصه على فكره، بتبقى قصه يعني قصيره، النظاره السوداء مثلا قصه، روايه النظاره، اي حتى القصص القصيره طويله نوعا ما. نعم النوفيل ده خلانا نقول ان هو بيقول لو انا تركت، انا يا جماعه انتوا ليه بتعملوا كده؟ انا القصه عموما بالنسبه لي مجموعه من الصور مرت امام عيني، هي لمحات عابرة، وبعد كده أنا تركت القلم أن يرسمها كيفما يشاء، لا أتدخل أبدا، ويصف المناظر ويصف الألوان ويضع ما يشاء ويكتب ما يشاء. فلماذا تلوموني وتقولوا صحافة وسرد وكتابة؟ فهو فعلا كان عنده تماهي في هذه الجزئية بالذات. نعم،
نروح مع حضرتك طبعا لمجموعة تانية من الأعمال ونعرف وجهة نظرك فيها دكتور رشا. في شيء في صدري لا شيء يهم، الطريق المسدود، الأعمال دي بشكل عام تم اتهامه فيها بالإباحية، وعايزين نعرف وجهة نظر حضرتك في النقطة دي ورأي الناس فيما يخص الثلاث أعمال دول، وفي نفس الوقت هل في تشابه بين الكتابات دي وبين الكتابات النسوية الموجودة في الوقت الحالي، ولا في فرق كبير في التوجه من وجهة نظر حضرتك؟ اكيد في فرق، لاني انا لو انا طبعا انا ليا كتاب في النسويه، النقد النسوي المعاصر. نعم. لو انا بصيت ليه النسويه اصلا ده مقابل المصطلح المعروف الانجليزي فيمينيشن. نعم. اعتمد المصطلح نفسه في مؤتمر عالمي سنه 1910. في اعتمد في حقول العلوم الانسانيه كمصطلح مصرح به ان يستخدمه الكتاب ومذهب مصرح به، وطبعا بعد كده المنهج النقدي المعاصر اللي تواصل في التحليل وكتابة كل ما يخص المرأة. نعم. طبعا أنا لو بصيت إن هذا المنهج أو هذا المذهب بيشير هذا الفكر إن حرية ومكانة المرأة أدنى من الحرية التي والمكانة التي يتمتع بها الرجل في المجتمعات وخاصة العربية. لاقين مثلا دايما بيصنفوا ضمن تصنيفات سواء اقتصادية أو ثقافية مختلفة، لكن النسوية تصر على أن هذا الظلم فعلا ده للمرأة، ليس أمرا ثابتا أو حتميا، لأن المرأة تستطيع فعلا أن تغير النظام الاجتماعي وتغير النظام الاقتصادي والسياسي والثقافي عبر العمل الجماعي. يعني معنى كده النسوية في حد ذاتها هي بتسعى لتحسين صورة المرأة في هذا المجتمع. لو أنا بصيت دي أعمال بقى انتقلت لهذا الرجل، أنا دايما كنت أقول لهم في المحاضرات إن الأدب النسائي ده إن أنا ممكن رجل يعبر عن مشاعر المرأة، ولا لا. هو بيكتب، ولكن هو يفيد في مشاعر المرأة ويحلل نفسيا المرأة وهو رجل. فما عنديش أنا حتة إن أنا أفرق، لكن طالما خلاص تبقى مذهب معترف به اسمه مذهب النسوية. أي. يبقى ده ليه دراسات تانية وليه اختلاف فيه حتى في مبادئ النقد بتاعته، يتكلم عن الجندر الجنس، يتكلم عن الآخر مفهومه للآخر، وليه مبادئ معينة. نعم. بنبقى بنحلل من ساعتها الروايات. نعم. لو أنا انطلقت بقى وانتقلت للطريق المسدود مثلا ودراسات وروايات وقصص نجيب محفوظ، ألاقي أن الأعمال الطريق المسدود شيء في صدري هي وصفت بالإباحية. هذه الأعمال حقا عندما وصفها النقاد وصفوها بالإباحية. لكن هل هي إباحية من وجهة نظر إحسان عبد القدوس؟ ده اللي أنا ده اللي أركز عليه يا رنا. أي. وجهة نظر الكاتب وهو بيكتب، هو فعلا كان بيكتب عشان بهدف إيه أو بغرض إيه؟ بهدف. نعم. إني أنا أكتب عمل إباحي عشان أثير الغرائز وكما كان يقول والمشاكل في المجتمع. أي. هنا طبعا كان دايما يقول يا جماعة الفرق هائل هائل جدا. أنا هل أنا اعتقادي إن أنا بكتب إباحي؟ لأني بين قصة تدنس شرف المرأة وقصة تصفع جهل المجتمع. في فرق. أنتوا بتتهموني إن أنا قصصي ده دي بتدنس شرف المرأة. لا، أنا قصصي بصفع صفعة للمجتمع اللي بيظلم المرأة، اللي بيكر المرأة. طبعا لأني أنا عايز بناء نفسي سليم لكل امرأة. عايز فعلا ان المرأة تدافع عن كرامتها، عايز المرأة تكون نافعة لمجتمعها، ما تكونش هدامة، لان لو في بنية نفسية سليمة هتبقى امرأة فعلا نافعة لهذا المجتمع. انا عمري ابدا ما افضح كرامة المرأة لانها دي بنت بلدي وبنت يعني دي مصرية. صحيح. وانا اعشق المصري مصر واعشق كل المصريين. هنا حاجة جميلة قوي نلاقيه مثلا في نموذج الفتاة المتحررة، لو انا جيت اقف عنده في انطلق للروايه مثلا اللي هي انف وثلاثه عيون. الروايه دي طبعا اتعملت فيلم كان بطوله ماجده. ماجده الصباحي، حتى هي كانت دايما يعني كانت يعني سعيده جدا جدا اللي هي مثلت الفيلم ده. نلاقي مثلا ان المبررات نفسها للتحرر الاخلاقي تتكرر وتتشابه في معظم روايات الطريق المسدود سواء انف وثلاثه عيون مثلا. يعني نلاقي في انف وثلاثه عيون الام مطلقه لها ثلاث بنات. سهير اللي هركز عليها اكتر، الشخصيه ديت اللي هي الشخصيه اللي كانت صاخبه بكل ما تحويه، كان سهير دي واحده منهن، وهذه الام لها ماضي غير اخلاقي.
طيب انت بتكلميني في ايه؟ انت اساسا كان ليكي ماضي غير اخلاقي. هي كانت دايما الام بتدخل في مونولوج غير نفسها، هل يا ترى بنتي هتكرر ما كنت افعله وانا في سنها؟ لكني انا كنت بفكر طويلا قبل ما اعمل اي حاجه. هي طبعا الماضي دفعها للخوف على بناتها وخاصه على سهير. ذاك طبعا هي طبعا تتذكر انها تزوجت في سن صغيره من رجل لا تحبه، فكان اسمها سعاد ساعتها الام، فقطبت حاجبيها انها لا تستطيع ان تطمئن على ما تفعله ابنتها سهير، رغم انها تدعي لها دايما سرا، بس تقول ايه؟ وصحيح انها تقول لها الكثير، هي سهير حتى بتصارح والدتها تقول لها ايه؟ انا بستسلم للكثير من القبولات واستسلم ليها، ورغم ذلك هي تتألم وتقول ان هناك شيئا لم تقله هذه البنت، هي انا اخاف عليها جدا، ماذا افعل الان؟ لقد كانت هي نفسها في ماضيها تفعل، ولكنها ما كانت تفعله كانت تقاوم طويلا. لكن انت يا سهير في جيلك ده وفي زمنك ده لا تقاوميه. يعني معنى كده ان الحوار اللي دايما الحوارات اللي دارت في الروايه دي ما بين الام وما بين البنت، احسان عبد القدوس يعطينا صرخه بيدينا صرخه انثى، هذه الام بتربي ابنها، لو انا حتى تربيت في بيئه ما ساعدتيش انا بربيكي على التحمل وان انا كنت بقاوم. نعم. فده بيديني حته المقاومه ان يجب ان المراه حتى لو في ظل الظروف قاسيه، وده موجود يا جماعه، ده موجود يعني البيئه دي، البيئه ان هي ام مطلقه وبناتها كل ده من المجتمع، ده موجود في المجتمع صحيح. فاذا كنت البنت المراه الام تحاول تعدل كل ما تفعله ابنتها، ما ده موجود صحيح. الاقي مثلا نفس الصوره دي رسمها احسان عبد القدوس اكثر من مره في معظم نساء رواياته يا رنا، الاقي كمان سواء بقى رواياته من اي سواء في كل معظم الروايات بتبحث هنا بنات قصصه عن الحريه بمعناها، معنى الحرية ومفهوم الحرية من خلال أعماله الأدبية. اسمح لنا دكتور رشا نروح لفاصل بيتكلم أو بيوضح أكتر شخصية المتميز الرائع أحسان عبد القدوس، نرجع مرة تانية مع حضرتك ومع السادة المشاهدين نستكمل باقي كلام. عبد القدوس صحفي وروائي مصري، يعتبر من أوائل الروائيين العرب الذين تناولوا في قصصهم الحب حتى تحولت حكاياته إلى أفلام سينمائية. ولد إحسان عبد القدوس في الأول من يناير عام 1929، وفي طفولته كانت هوايته المفضلة هي القراءة، واهتم والده بحسن تعليمه وتشجيعه على القراءة، وقد تخرج في مدرسة الحقوق في عام 1942، وعمل كمحام تحت التمرين بجانب عمله كصحفي بمجلة روز اليوسف. وفي عام 1944 بدأ إحسان عبد القدوس كتابة نصوص أفلام وقصص قصيرة وروايات، وهو ما جعله يقرر ترك مهنة المحاماة والتفرغ للصحافة والأدب، حيث أصبح بعد أقل من بضعة سنوات صحفيا متميزا وروائيا وكاتبا سياسيا. وبعد أن عمل في روز اليوسف تهيأت له كل الفرص والظروف للعمل في جريدة الأخبار لمدة 8 سنوات، ثم عمل بجريدة الأهرام حيث عين رئيسا لتحريرها في عام 1975. ويمثل أدب إحسان عبد القدوس نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية إلى جانب أبناء جيله الكبار من أمثال نجيب محفوظ ويوسف السباعي، لكنه تميز عنهم جميعا بأمرين، أحدهما أنه تربى في حضن الصحافة وتغذى منذ نعومة أظفاره على قاعدة البيانات الضخمة التي تتيحها الصحافة لاختراق طبقات المجتمع المختلفة،
إضافة إلى صالون روزا اليوسف والعلاقات المباشرة بكبار الأدباء والفنانين والسياسيين ونجوم المجتمع، فهي المنبع الذي أتاح له أن يصور الجوانب الخفية في الحياة المصرية. أما الميزة الثانية لأدب عبد القدوس فهي أنه كان عميق الإيمان بقضية الحرية بمختلف مستوياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كان إحسان عبد القدوس كاتب مثمر، فبجانب اشتراكه المتميز بالصحافة كتب 49 رواية تم تحويلها جميعا إلى نصوص لأفلام سينمائية، وخمس روايات تم تحويلها إلى نصوص مسرحية، وتسع روايات تم تحويلها إلى مسلسلات إذاعية، بالإضافة إلى 10 روايات تم تحويلها إلى مسلسلات تلفزيونية. ومن أشهر القصص والروايات التي صاغها كأعمال تلفزيونية وسينمائية في بيتنا رجل والخيط الرفيع وغيرها الكثير والكثير. نجح أدب إحسان عبد القدوس في الخروج من المحلية إلى حيز العالمية، وترجمت معظم رواياته إلى لغات أجنبية كالإنجليزية والفرنسية والأوكرانية والصينية والألمانية، وقد حصل على العديد من الجوائز والأوسمة، منها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى الذي منحه له الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، والجائزة الأولى عن روايته دمي ودموعي. برحب بحضراتكم مرة تانية وبجدد التحية بدكتور رشا غانم. أهلا وسهلا يا دكتور. بالتأكيد الكاتب والأديب الكبير إحسان عبد القدوس كان من الشخصيات المؤثرة زي ما حضرتك تفضلتي ووضحتي ده من خلال كلامك معانا. عايزين نعرف يا دكتور، في كتاب وكاتبات ماشيين على نفس النهج ونفس الأفكار الخاصة بالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس في الوقت الحالي؟ أكيد بالطبع طبعاً، يعني هو زي ما تأثر بكتاب هيؤثر أكيد صح، يعني تأثر كثيرين والكثيرين ليه. ولاحظي إن هو رواياته كانت المراهقين بالذات بيستنوها وينتظروها، وكانت تباع في القطارات وكانت متاحة للجميع، وكان شريحة ليها الشباب وشهرة بالتحديد. وفئة الشباب المراهق بالتحديد. لو أنا بصيت له بيار مثلاً رفايل، هذا الكاتب اللبناني كان بيار رفايل، ده كان دايماً متأثر بلغة الكاتب إحسان عبد القدوس في معظم رواياته. منين نلاقيه ما كانش بيحب الاستعراض، ما كانش بيحب التعقيد، نلاقيه كان دايما كتابته أقرب للرومانسية، عناوين رواياته أقرب لأسماء الأغنيات، بالضبط زي إحسان عبد القدوس. نلاقي كمان إنه اعتمد على الكليشيهات، الكليشيه على طول، اعتمد على اللغة الروحانية كما فعل إحسان عبد القدوس، السهلة اللغة اللي يفهمها الجميع. يعني نلاقي ممكن نقول هو اعتمد أيضا على اللغة اللي بيتفوهها الناس حتى يفهمها الناس. نلاقي كمان إن هو كان بيألف وله مؤلفات كثيرة زي نجيب زي إحسان عبد القدوس، وكان حاجة جميلة جدا جدا إن هو زي ما كان روايات إحسان عبد القدوس محترفة جدا في التسويق، كان أيضا هو رواياته محترفة جدا في التسويق، كان دايما كل معظم رواياته في الواجهة، وكانت الكتابة بتاعته دايما كان بيبقى ليها هالة ثقافية. لو أنا بصيت في الوقت الحالي لا، روايات السعودية التي تحدثت عن المسكوت عنه وتمردت، هاتيلي مثلا الكاتبة السعودية الجميلة نور عبد المجيد في فيلم في تمثيلها أريد رجلا تتعرض، شفتي مينا في وزوجها سليم وزي يعترض ان هو يطلقها، فراحت هي تطلب الطلاق لاجل ان هو لا يخلف طبعا الذكور، لكن انه يخلف الاناث وهذا ليس سببها هي. عندما حمتها كانت تصر ان يكون لابنها ولد وتريد ان تزوجه الاخر. بلاقي مثلا ليها روايات كتير الجميله نور عبد المجيد، وايضا تحولت معظمها الى مسلسلات وافلام. صحيح. زي مثلا نساء ولكن
تحول برضو لفيلم. ولو نفتكر الجميلة هند صبري والمدونة غادة عادل عايزة اتجوز، فدي كان برضو تمرد لعمل صخب جميل جدا جدا في المجتمع في الوقت ده. الاقي قريت انا ده يمكن انا دي حللتها الرواية دي بالتفصيل، رواية طوق الحمام للكاتبة السعودية رجاء عالم. هي تمرد بصيغة كبيرة جدا جدا جدا، وطبعا هي مصورة معظم أحداث الرواية في الكعبة. نعم. وهذا المكان القدسي مكة، ولكن نعم. هذا المكان أيضا لم يسلم من أشياء كثيرة تخص المرأة ومسكوت عن المرأة. برضو روائي كان كاتب اسمه سعد الغريبي، كاتب سعودي، كاتب عن أحجار في قارعة الطريق، أيضا عن المسكوت عنه في الرواية السعودية. فمعظم المدونات المصرية والكتابات السعودية واللبنانية، كل الحاجات دي، كثير من الروايات في البلاد العربية صارت على نهج نفس النهج إحسان عبد القدوس، ولكن نعم. طبعا احنا ذكرنا فقط أمثلة. طيب نروح مع حضرتك لنقطة مختلفة. إحسان عبد القدوس الذي أطلق على ما يكتب أدب الفراش هو ذاته نفس الشخص صاحب المواقف السياسية ومفجر قضية الأسلحة الفاسدة. بالتأكيد رواياته كانت ترمي إلى أبعد من الإباحية والانحلال الجسدي. طبعا دي محطة ومحور مهم جدا جدا جدا. أما يجي واحد زي العقاد عباس العقاد ويسمه ويصفه، وهو اللي كان قال عنه هذا اللقب، نعم. أن أنت بتكتب أدب فراش عشان أنت شبه أمك. طبعا كان صبة ويعني مقولة صعبة جدا من عباس محمود العقاد في الوقت ده. على قد أنت تلاقي طبعا التناقض، أن هو كان فعلا صاحب موقف سياسية، وخاصة قضية الأسلحة الفاسدة، واللي هو تعرض بسبب هذه الأشياء. وطبعا كتبته في مقالات في عمود مقهى على الشارع السياسي، كل الحاجات دي عرضته للاغتيال وعرضته للسجن، وتسجن أكثر من مرة وحاول اغتياله أكثر من مرة. نعم. هذا نلاقي طبعا بسبب مواقفه السياسية الكبيرة، نلاقي أن عباس العقاد يقول عليه أن هو ده أديب أدب فراش وأدب جنس، وهو حتى قال عليه يعني مقولة أنا ضحكت جدا، رائد مدرسة الأدب العاري. يعني أنا ضحكت أنا قريت هذه الجملة. نعم. وأنه ابن أمه، وأنه لا يعتني بجمله، إن هو بيكتب بإباحية. نعم. طبعا كل دوت كان اعتراضه أكتر العقاد إن أنت بتكتب السهل غير الممتنع، لكن توفيق الحكيم وحقي مثلا كانوا بيكتبوا السهل، يعني اللي هو الحاجة اللي الناس تستصغها يعني. نعم. نسب طبعا البعض إن قصصه دي بتعرض الجنس بشكل فج. كان بيدافع عن نفسه دايما ويقول انا كطبيب كما تفضلت وقلت الحديث، انا 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 بعتبر اني انا وانا بكتب القصه كطبيب من حقه ان يعالج المجتمع ويصوره من جميع النواحي حتى الناحيه الجنسيه. انا مش بتعمد ان انا اكتب الجنس او اللي يكون هو هدفي الاساسي ان انا ابرز واظهر مناظر او مظاهر جنسيه في الكتابه. نعم. وما بيبقاش هو الموضوع اصلا الاساسي او الرئيسي في اي قصه او اي روايه انا بكتبها. نعم. ولكن يا جماعه انتوا كل ليكوا، كل واحد ليه ابنه وكل واحد ليه مرأة في البيت، فأنا بحاول أدافع وأحلل وأعطي بعض الحلول حتى تنال المرأة كرامتها. لو أنا بصيت أني مثلا في أكتر من 600 عمل ما بين رواية يا رنا وما بين قصة، والمجتمع طبعا المصري في بكل ما يعاني من أمراض في المرحلة دي بالذات، سواء بقى محن إخلاقية أو اجتماعية أو سياسية، رغم طبعا كل الاتهامات اللي هو كان بيتعرض ليها إن هو كاتب جنسي أو أدب فراش أو كان دايما بيستشهد بأسماء أدباء كتبوا عن الجنس. يقول يا جماعة هو أنا الوحيد؟ طب ما المزني كتب عن الجنس في قصته ثلاثة رجال وامرأة مثلا يعني. نعم. وتوفيق الحكيم كتب عن الجنس في قصته الرباط المقدس. نعم. بس هم إذا كان المجتمع اعترض وهم وقفوا واحترموا المجتمع، أنا ما بعملش حاجة غلط عشان أقف. نعم. عشان يعني أسكت. نعم. أو عشان اللي أنا ما استمرش في الطريق اللي أنا تديت أرسمه لنا. نعم. فهو طبعا ثورة الناس في الوقت دوت استطاعت إن هي تجمع المزني والحكيم، ولكن هو كما قلت من بداية الحلقة هو كان مقتنع جدا جدا بكل فكره وبكل حركة تطورية في حياته،
عشان كده ما كان بيملي في كتاباته حسب قناعاته هو وحسب ما يرتقيه هو، مش اي حد يقدر يملي عليه اجنده معينه يسير صحيح. عليه. صحيح. لان مثلا لو انا بصيت، هو حتى كان دايما يقول عن نجيب محفوظ كاتبنا الكبير، يا جماعه انتوا بصوا لنجيب محفوظ، ما هو ايضا بيعالج الجنس بصراحه كمان شديده اكثر مني، لكن معظم مواضيع قصصه تدور في مجتمع غير قارئ، لانه طبعا طبقه الحاره طبقة هذه الطبقة كانت لا تقرأ ولا تكتب، وكانت معظمها مواضيع تاريخية. نعم. ولكن انتوا القارئ يحس كأنه يتفرج على ناس، اما بيقرأ روايات نجيب محفوظ كأنه بيتفرج على ناس من عالم آخر، عشان كده ما كانش بيثور. لكن انا في رواياتي وقصصي كأنه هو ده المجتمع قدامه، وهذا هو الذي يحدث في المجتمع، ولذلك كان يصور عليه المجتمع. لو انا بصيت بحاجة جميلة قوي يا رانا، ان نلاقي ان هم اعترضوا عليه ان هو بيبرر في معظم قصصه بالخيانة الزوجية مثلا، يعني أي. جعل علاجها في احدى قصصه بان تكون الزوجه بالخيانه ايضا، وان تكون لها علاقات برجال اخرين، وتتساوى شخصيتها مع هذا الرجل الذي يخونها. عندما طبعا رفضت الزوجه فكره الخيانه، اتهمها في فيلم في قصه من القصص بطبيبها بانها تسير وفق تقاليد متحفظه مهمله، لكن هي جعل الحب هنا فوق الحلال والحرام. هل يعني انت طبعا كل دي يعني للاسف كانت بيثوروا ضد احسان عبد القدوس، وتعرض لهجوم شديد، ان هو بيعري المجتمع ويفضح عيوب المجتمع بهذه الصوره الشديده. طيب لو انا من جانب اخر، اذا كان هو بيعري احسان في قصصه العديده هذه العيوب من المجتمع، وهي خط رئيسي في معظم اعماله كما كانوا يقولون، ومنذ مثلا سنين كثيره وعديده وجد في نفسه الجراه لتحمل هذه المسؤوليه وهذه الكتابه التي يقول عنها الناس انها كتابه تحرريه. يا جماعه هو انا الحاجات دي هو انا اللي بعملها؟ يعني هي الاخطاء اللي انا ببرزها صحيح. في الروايه دي هي اخطائي انا صحيح. هي اخطائي مثلا فرديه فانتوا بتعاقبوني عليها مثلا، ولا دي داخل مجتمع كامل صحيح. وعيوب موجوده في مجتمع باكمله صحيح. مثلا طبعا الناس كانت بتسخط ونقى عنه كتير من النقاد، بقى ما بقوش يكتبوا عن، حتى رواياته اتعرضت للبيع فترة من الفترات، نكسة في الشراء والبيع من المقولات الكتير للأسف ان هم بيعترضوا بيها على إحسان عبد القدوس. بالتأكيد رواياته وأعماله الأدبية كانت انعكاس لبعض النماذج الموجودة في المجتمع المصري، وده محدش يقدر ينكره أبدا. نروح مع حضرتك مرة تانية يا دكتور لتحليل بعض الأعمال المهمة جدا زي لا أنام، العذراء، والشعر الأبيض. قدر أنه هو يقدم فيهم، وكان ظاهر جدا للناس قدرته العالية على وصف أدق مشاعر المرأة في مراحل عمرية مختلفة. التحليل النفسي كان بيشغل جانب مهم جدا من كتابات إحسان عبد القدوس من وجهة نظر حضرتك؟ أكيد طبعا، لأن هو المرأة نالت حيزا كبيرا جدا 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 من كتابات إحسان عبد القدوس. هو يمكن كان من أقدر يرانا الكتاب اللي كشف قوة المرأة واستقلال المرأة ورفضها للخضوع والاستسلام للرجعية اللي هو سماها، يعني فعلا من بطلاته نماذج إيجابية. يا جماعة هي نماذج إيجابية، يعني حتى لو هي وقعت في الخطأ هي برضو حربت وكان لها مواقفها. هذه البنت المصرية، فهنا إحسان عبد القدوس كان مدافع عن كرامة المرأة، والمجتمع يتوقع من المرأة، هو دايما كان يقول كده يا رانا، هل أنت بتتوقع من المرأة تلبية احتياجاتك كذكر؟ كان دايما بيعري الذكر أمام نفسه، هل أنت تتوقع منها أن هي تلبي رغباتك خاصة الجنسية؟ كانت المرأة هنا، هل المرأة دي مجرد جسد خالي من الروح، مجرد جمال بس فقط خلق لمتعة الرجل؟ هذا السعي الذكوري وراء إشباع رغبات الرجل طبعا واضح جدا في روايات كثير. نلاقي دايما كان يرد يقول يا جماعة أنا ما بدنس شرف المرأة، وأنا بصفع جهل بعض الأسر نحو البناء النفسي السليم لبناتهن، أنا لست هداما أو فاضحا للكرامة لكرامة المرأة. هنا أولا وأخيرا زاوية الرواية اللي أنا بنطلق من خلالها. هل هنا عندما أكتب عن أدب المرأة، هل أكتر حاجة مثلا عامل مؤثر فيها مثلا رواية لا أنام كما حضرتك تفضلتي في السؤال؟ نلاقي رواية لا أنام كتبها إحسان يقول في المقدمة إيه، عشان بس
نضع كل شيء في نصابه الصحيح وكل شيء في مكانه الصحيح. نعم. أنا الخير والشر معا باتر، وأنا الخير والشر معا لأني إنسان. هكذا نادية تبدأ الرواية اللي هي فاتن حمامة في الفيلم. نعم. حسب طبعا هذه نادية شخصية بتحب الامتلاك، ودي طبعا هو بيقول يا جماعة أنا مش عندها جزء موجود في كل امرأة على فكرة. إذا كانت هذه الشخصية شخصية نادية تحب الامتلاك، هي جزء موجود في كل امرأة تتعامل مع رجل واحد فقط باعتبار ملكية خاصة لها. هذا في فيلم طبعا كان شخصية نادية الفتاة نشأت بين أبوين مطلقين، عاشت طبعا برضو دي انفصال أثر في شخصيتها أكيد. نعم. عاشت مع والدها حتى اعتبرته ملكا لها، حتى عندما يفكر أن الرجل يتزوج زيجة أخرى ويكون لها مرات أب، تحاول إن هي بكل الوسائل تخرب هذه. وبرافو عليك. العلاقة ما بين الرجل وزوجته أو ما بين والدها وزوجته بأي شكل، وظلت دايما في نفس الوقت إحساس بالذنب ملازمها طول الرواية أو طول الفيلم، لكن طبعا غيرتها هنا وعاطفتها كانت المحرك الأساسي. يا جماعة أنا بتكلم على المرأة، هي مش المرأة عاطفة، والمرأة إحساس، والمرأة فيها غريزة، ومن ضمن أهم غريزة عندها غريزة الامتلاك. نعم. يعني أنا معنى كده أن أنا بظهر على السطح وبطفو على السطح نماذج موجودة. صحيح. موجودة في المجتمع. صحيح. نروح مع حضرتك للنظارة سوداء البنات والصيف. العملين دول بالتحديد كان بيطرح من خلالهم نموذج من فتيات الطبقة البرجوازية. هل إحسان عبد القدوس كان طول الوقت ناقدا لهذه الطبقة في كتاباته من وجهة نظرك يا دكتور، ولا ده اتهام مش في محله؟ لا، هو العكس صحيح، مش يعني هو على العكس، بالعكس هو كان عايز اقول لك هو اتولد في بقه معلقه ذهب زي ما بيقولوا. نعم. ان هو كان من اسره ثريه، سواء اسره الاب او اسره الام كانت ممثله كبيره، وكان والده ايضا ابن عائله لها اصول في الشرقيه. نعم. كبيره، وكان لو هو بالعكس كان بيتكئ دايما على، لو هو عايز يتكئ على منجزات الاسره البرجوازيه ديت، وهو ضامن حياه كريمه وحياه جميله، لكن هو طور نفسه وجد واجتهد وتعب. تعرف ان هو تسلم مش بس روزا ليوسف فتره من فترات حياته، كمان بقى رئيس في اخبار اليوم. لكن ما كانش بيقوم بنقد الطبقه دي يا دكتور، يعني كان في نقد من خلال اعماله. اه، من الاعمال بقى. أي. مثلا نبص مثلا على الرغم من سعيه المستمر لان هو يكشف فساد هذه الطبقه بالذات. نعم. انه من اصل برجوازي يكتب عن ابطال من افراد عائلته وفروعها واغصانها، ان تلك هي كان الناس يقول عليه كده، انت بتكتب عشان العائلات البرجوازيه او الطبقه ديت بتسمم افكار الشعب وانت واحد منهم. يعني انت بتصمم برواياتك بعض المكان يطلق عليه يعني. لكن هو اكتر هزيمة يمكن هي حصلت لي عندما احس في كتب مقال جميل جدا 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 لرنا، قال رواياتي ليست احذية. المقال ده كانت سنة 67. نعم. الفترة ديت كان في هجوم جدا جدا، كأنها كانت نكسة في كل حاجة. نعم. يعني نكسة 67 والمقال المهم ده، وكتب في دايما يقول يا جماعة أنا مش رواياتي ليست أحذية، ورواياتي مش في صراع مع القيم الدينية، أنا بالعكس أنا بكتب عن قصة فتاة من الوسط الراقي مثلا، زي قصة مادو اللي هي مديحة في النظارة السوداء، بترتدي نظارة سوداء، هي أصلا فتاة بتعيش في مجتمع برجوازي، لها ما فيش أهداف، ما فيش قيم، ما فيش أي شيء أساسا تتكئ عليه هذه الفتاة، يعني بالمختصر فتاة تافهة كما أي. يقولون يعني. نلاقي هنا في نقيضين في شخصيتها في البداية وفي الخاتمة. نعم. شوف هي بداية شخصيتها هتكون ازاي وفي ختام شخصيتها هتكون ازاي. يعني معنى كده هو اداني الحل ان ممكن حد يكون متطبقة بنفس الوصف بتاع مادو دي او مديحة، يعني نادية لطفي في الفيلم، ويتحول عندما يؤمن بأهداف معينة وفكر معين. نلاقي مثلا البنات والصيف، طبعا ده كان جريء جدا والرقابة منعته فترة من العرض، ونلاقي ان في الوقت دوت كان عمل صخب جامد جدا جدا، لان هو العلاقات
اللي بتتم بكل هذه الإباحية وبكل هذا ما موجودة بين الشباب. الشباب المراهق بيكون انت انا ما انتوا تقولوا لي انا بصور اي فئة، هل الفئة العاقلة المتزنة فئة مثلا الحكماء هيعملوا الحاجات دي؟ انا شريحة محددة ان المراهق ممكن يمر بهذه الاشياء. طبعا نعم. الفيلم يعني عرض بعد ذلك واستمتعنا بمشاهدته. هل هو كان متأثر يا دكتور بكتاب مهمين أمثال ألبرت رومورافيو بيلزاك وهيمنجوي؟ ده كان ظاهر بشكل كبير في أعماله؟ أكيد، بس ممكن أقول هو كان أكيد متأثر وكلنا بنتأثر، بس ليه نكهته الخاصة. يعني إحسان عبد القدوس شخصيته ليه نكهته الخاصة في الإبداع. أكيد طبعا نلاقي مثلا استطاع يرانا أدبه، أدب إحسان عبد القدوس بوجه خاص أن يفرض نفسه. وشوفي احنا هو بنحتفل بالذكرى المئوية واحنا بنتكلم عن اديب كبير وصل للعالمية ورواياته ترجمت للغات كثيرة. نعم. نلاقي هو دايما كان عميق جدا جدا في شخصيته وفي كان دايما وجديته. كان عندما اشتد الجدل حول ادبه قال انا يا جماعة لا اتعمد اختيار نوع معين من القصص، ولكن تفكيري في القصة دايما بيبتدئ من التفكير في عيوب المجتمع. وكان دايما بيكرر الجملة دي يرانا مرارا. مثلا كاتب زي بلزاك مثلا يعني ما هو كان بيتأثر بيه وبيتكلم عنه، فبيقول الكاتب الفرنسي بلزاك بيكتب قصصا أشد مني صراحة وأشد مني في الجنس من قصصي أنا. وقصصه معظمها بتدور في مخادع النساء. هل الناس صارت عليه؟ ولكنه اليوم بالذات نعتبره مسكنا مصلحا اجتماعيا، لأنه يعني عرض فعلا أيضا عيوب المجتمع في روايات وقصص. غيره كثيرون مهدوا بقصص. أنا ده كان هدفي إن أنا أمهد برواياتي وبقصصي وبكتاباتي لإصلاح هذه العيوب وخاصة العيوب الاجتماعية في المجتمع، لاني انا برصد عيوب المجتمع وانا لا اعترف مطلقا ان الجنس هو موضوع قصصي. انا يا جماعه انا ما بعترفش ان الجنس، تقول لي بتحكموني على ايه؟ هو انا جنسي بالنسبه لي موضوع قصصي عشان كل الذي ان انا بكتبه او الاحداث اللي انا بتناولها في رواياتي بتحمل مسؤوليه تطويرها. ان انا بيكون دايما بيطور الحدث من قصه لاخرى او من روايه لاخرى، وده طبعا كان بيتصاحب مع الأدب العالمي في الفترة دي. فنجد ان احنا في تقاليد بالية هو كان دايما يدافع ضدها. يا جماعة احنا في تقاليد بالية في المجتمع وتفسيرات اجتماعية قديمة. مثلا كان يذكر ويقول في مجتمعات محافظة في وخاصة المجتمعات العربية في الوقت ده كان هو يكون في المجتمع المحافظ، أكيد كان يقصد السعودية دي والخليج في الفترة ديت، كان يمنع اختلاط مجتمع نساء لوحده ومجتمع رجال لوحده، ولكنه هو ما عندوش مانع لو هو في بلد تانية يعودوا جميعا مختلط في اختلاط الرجال والنساء. طب انت لو انت مؤمن ليه بتغيرها من مكان لآخر، من دولة لأخرى ومن مكان للتاني؟ دايما كان لو أنا مش بعتمد في رواياتي إن أنا أؤجج مشهد جنسي بوجه خاص، ولكن على موضوع أنا بكتب كموضوع متكامل. إذا كان الجنس ده جزء بس منه فده مش عيب، لأن هو جزء من حياتنا. هو أنا بتكلم عن حاجة يا رانا مش موجودة في حياتنا. يا جماعة ما موجودة. فدايما طبعا كل الحاجات دي اللي بالنسبة للجنس، وان هو دايما كان لا يخاف ابدا ابدا من كل الاعتراض دي، لان الجنس موجود في حياتنا الى حد كبير، وعندما اتناوله لا اتناوله لذاتي بل لهدف تحليل الواقعي لدوافع الانسان التي تحركه نحو سلوك معين. ولذلك كان اهم حاجة يحلل ويبرز سلوك شخصياته وخاصة الشخصيات النسائية في رواياته. نعم. في يا عزيزي كلنا لصوص الذي يحتمل النقد السياسي ودمي ودموعي وابتساماتي الجانب الرومانسي في كل من الاتجاهين، كيف نصف تركيب الجملة عند إحسان عبد القدوس؟ وهل يا دكتور كان بيعتمد على السرد على الجمل البسيطة؟ ده كان يعتبر حل وسط ما بين العامية والفصحى عشان يقدر يرضي كل الأطراف؟ طبعا هو اتجاهين متناقضين تماما. واحد دمي ودموعي وابتساماتي يحمل الرومانسية الجميلة، وطبعا يا عزيزي كلنا لصوص، وده طبعا تعرض لهجمات شرس
كارثة. حتى الرقابة رفضت عرضه فترة برضو طويلة من الزمن، حتى صرحوا ان الفكرة نفسها كانت فكرة في الوقت ده تجافي ما الموجود في المجتمع. نعم. كانت فكرة جريئة جدا. تعالي اقول لك يا رنا ان كان جميل قوي 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 ان هو كان بيلعب معايا في سرده لعبة الواقعية غير الحقيقية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا لو انا بصيت ان هو كان كل تركيز احسان عبد القدوس ان هو يسيطر على تفكير القارئ في كتابته ومشاعره، بحيث ان انا كاني انا موجود في داخل القصه. يعني كل واحد يقرا كتب قصص وروايات نجي احسان عبد القدوس كاني انا، يعني كاني انا الشخصيه. صحيح. اللي موجوده في القصه. صحيح. دي يعني هو الحقيقه الساعه عدت مع حضرتك بشكل سريع جدا، احنا للاسف كده في ختام حلقتنا النهارده، وكنت اتمنى ان احنا نتطرق لكل الاعمال، ناخد تحليل اكبر من حضرتك دكتور رشا، ولكن طبعا مجموعه كبيره جدا من الاعمال. عايزه حضرتك كلمه اخيره اتفضلي يا فندم. كلمه بس اخيره بالنسبه للغه. اللغة. ما بين القصه والروايه كان دايما اللغه في القصه كانت بتبقى مكثفه. نعم. الروايه كانت بيعتمد اكتر على الاطناب والاسهاب في رواياته. بينوح في الاسلوب، بيستخدم بديل للالفاظ، بيستخدم حوارات في روايته بشكل رائع. كان فيها ديالوج. نعم. بسيط، خالي من الابهام وخالي من الغموض، خالي من التعقيد. نلاقي كمان ابتعد عن الرمزيه وابتعد عن الغموض في كتاباته. نعم. والاساطير اللي هم بيتشدقوا بالتجريف في الروايه، التجريف في هذا العصر، وكان بيبتعد عن كل هذه. فكانت هذا الضخم المبدع الجميل ملك رومانسية فعلا تصبحون على حب، وسنظل نردد كلماته الجميلة. صحيح. إحسان عبد القدوس في ذكره. طبعا كمان بالتأكيد مش ممكن ننسى كتاباته في الصحافة على مقهى في الشارع السياسي. نعم. العمود الرائع اللي كانت كل الناس تنتظره بشكل مستمر. الكلام عن إحسان عبد القدوس محتاج الحقيقة ساعات طويلة جدا مننا ومتابعة طويلة من حضراتكم، ولكن يا رب نكون أخذناكم في رحلة مميزة من خلال وجود وتشريف النهاردة. دكتور رشا غانم شكرا على وقتك وعلى وجودك معنا يا دكتور. بشكرك جدا. شكرا. جدا. شكرا. وفي ذكرى ميلاد الأديب والكاتب والروائي المتميز جدا إحسان عبد القدوس أخذنا حضرتكم في رحلة على مدار ساعة كاملة. بشكركم جدا، وإن شاء الله دايما نقدم كل ما هو جديد. طبعا الشكر موصول لكل زمايلي، وبشكر جدا جدا زميلتي العزيزة إيمان مصطفى على الإعداد المتميز، وبشكر أستاذ أحمد محمود فريق الإخراج، وكل زمايلي خلف الكاميرات، وكل السادة الفنيين، وكل السادة كمان المصورين، وكل اللي بيقوموا على تقديم كل حاجة جديدة ومفيدة لحضراتكم، واختيار شخصية أدبية جديدة بإذن الله الأسبوع الجاي في نفس الميعاد من 5 ل 6 إن شاء الله. دايما نقدم لكم كل حاجة جديدة في فنون الكتابة. بشكر حضراتكم.